لها علاقة بقصص حسناء ولا الإرهاب ولا داك الشيء كامل. العلاقة ديالي هما التصاور ديالي اللي تباعوا للصحافي اللي نشر هذا الشيء. كاين دابا لا فاميلي ما عارف شحال هادي ما شفتهم كيسحبوني انا اللي مت. هذاك الصحفي اللي ما قلب ما دار حتى حاجه غير وصل ونشر هذا الشيء.